استقبل مطار العريش اليوم طائرتين تحملان أطنانا من المساعدات الطبية، إحداهما قادمة من بلجيكا والأخرى من قطر، لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذا بالإضافة لاستمرار دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح البري واستقبال الجرحى والمصابين، فضلا عن الاستمرار في تقديم الوجبات الغذائية من الإفطار والسحور للنازحين داخل قطاع غزة. المزيد ينقله لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية لازلنا نتابع مع حضراتكم الجهود المصرية المبذولة هنا في محافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري. إذا ما تحدثنا عن مدينة العريش كما ترون من خلفي حجم الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق، هذا الأسطول الضخم من الشاحنات بالإضافة إلى الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح انضم إليها اليوم أيضا قافلة صندوق تحيا مصر التي تتكون من 101 شاحنة تحمل أكثر من 1600 طن من المواد الغذائية أيضا وأجهزة التنفس الصناعي. هذه الشاحنات وصلت بالفعل إلى مدينة العريش واتجهت إلى معبر رفح دخولا لقطاع غزة. نتحدث عن دخول 7 شاحنات للوقود من خلال معبر رفح البري، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في توزيع الوجبات الغذائية من الإفطار والسحور على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في مدينة العريش في المستشفى في عمارات السبيل أو يتلقون العلاج في المستشفيات المختلفة في محافظة شمال سيناء. أيضا على الجانب الآخر وفيما يتعلق بالمسار الجوي، نتحدث عن استقبال مطار العريش اليوم لطائرتين إحداهما قادمة من بلجيكا على متنها 48 طن من المواد الطبية قادمة من منظمة اليونيسيف، وطائرة قطرية أخرى أيضا قادمة من قطر على متنها 22 طن من المواد الطبية والغذائية. كل هذه الشاحنات استلمتها جمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإرسالها إلى معبر رفح البري ودخولها إلى الأشقاء في قطاع غزة. كل هذه الجهود تستمر أيضا بالتوازي مع استمرار الدعم النفسي المقدم في أماكن الاستشفاء هنا في مدينة العريش، وأيضا في عيادة الدعم النفسي الموجودة في عمارات السبيل خاصة للأطفال. هذه هي الصورة من مدينة العريش، عودة إليكم مرة أخرى.